بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم الزولفلاون اي بيانفينو سور لا شان ميليسا كهينا. بات على طريقة ميليسا كهينا. هاد لي بات يسحقوا ان مورسو دو فيوند. انا هنا عندي مورسو دو فيوند دو فو، يعني اللحم تاع البقري، وانتم ديروا واش حبيتوا، اللحم الدجاج اللي عندكم، كل وحده واش توفر عندها. دائما نقول لكم اوني با يعني في لي سيونس اكزاكت. هنا عندي راس كامل تاع الثوم، راس كامل تاع الثوم، يعني عندي دي غوستاي هرستهم في المهرس. كي ما عندهاش مهرس تكرفج الثوم تاعها، ما كاش مشكل، هرستهم بشويه تاع الثوم. راح نحط عليهم هكذا ابري زوج مغارف تاع الزيت. نحط عليهم كيما قلت لكم راني حطيت الملح، سي بور سا نزيد غير شويه. نزيد الوغ عندي بودغ نواق ولا الفلفل الكحل، عندي الكركم كركما اللي يمد بزاف بنه هايله لي بات صدقوني. الوغ عندي بيموندو ولا فلفل عكري، اللي عندها الفلفل الحار زيد تجي بليا تاع الكرويه لو كارفي اللي يمد ان كو سبيسيال. انا اليوم راح ندير لكم هاد لي بات على طريقه تونسيه، لهذا حنستعمل فيهم يعني طريقة تاعي اللي يعني انا عدلتها على الطريقه التونسيه. كما راكم تشوفوا هادو هما لي زيبيس اللي استعملتهم. هذه اللي نصبها كامل هكذا. نزيد نحط، انا عندي هنا لا طوماط، هذه يعني لا طوماط فريش كنت سكرفشتها من قبل وحطيتها في الكونجيلاتور. اذا عندكم طوماط فريش ديروها، اذا عندكم طوماط يعني كونسونطري كيف كيف ديروها، ما كانش حتى مشكل. الوغ نشلي واش عندي هنا في المهراس هكذا ونصبو عليه. نحط كامل هاد التقلية فوق النار، راح تغلي تتقلى جبلتيغ هكذا. راح نقلي كلش، لا طوماط فخيش راهي كونجي، إلا كانت فخيشكا تانا يعني راح تكون دايبة من قبل. نقلي وغير يبدا يعني يتقلى معايا اللحم، تما نزيدولو لا طوماط كونسونطخي. بات البنات المبتدئات يعني كي فيان دو كومونسي ولا كي كومونس ا ابروندر لا كوزين، يقول لك حطينا لي بات وما طابوناش مليح. هنا يعني كاين قواعد بسيطه بسيطه بزاف، اللي هي لازم الماء حتى يبدا يغلي كوم لو كومونس ا بويغ كيما راكم تشوفوا هاد بورت ايبوليسيون. هنا باش ترميو لي بات تاعكم يعني ما تحطوهمش من قبل، لانه لما ترموا لي بات والماء يغلي تما لي بات باش يبداو يطيبوا. الا رميتوهم قبل ما مشى حيطيبوا، او كونطري راح يزيدوا يعطلوا الماء على الغليان. كي نرمي لي بات نحسب لهم 9 مينوت 9 دقائق بالضبط ونحيهم. جو لي غانسي سو لو فريش يعني بارده على الماء، نحطهم نشلي لهم تحت الروبيني في الماء بارد ابري 9 مينوت من بعد ما نحطها على الماء يغلي. حاجه الاولى نحط شويه ملح باش لي بات تاعنا ما يجوناش صلبين. الوغ التقلية تاعي هنا كيما راكم تشوفوا راهي تقلى، كيما قلت لكم نزيد لها اون كويير تاع لا طوماط كونسونطري، واللي يقدر يحط لها شويه تاع هريسه. هريسه فريمون فريمون تجي بزاف بنينه، اللي يقدروا لها. انا حنحط لها غير شويه هريسه عربي، هذه الهريسه يعني تونسيه بنينه مخدومه بفلفل دريس، يعني فلفل تاعهم الاحمر، يهرسوه ويداوه مليح بالثوم يفوروه زيت زيتون ومن بعد يهرسوه، يعني بنة تاعو صدقوني هايلة هايلة. ما اللي ما يحبش الحار اللي ياكل الحار. الهريسة العربي راهي تباع، فوالا شوفوا كيفاش مخدومة، جور دو درسة تاعنا، مي فغيمون بنينة هايلك. نحط غير كمية قليلة لأنها حارة وفغيمون تبنن، ما نقدرش ما نديرهاش خلاص، يعني يدخلكم الفيس تاع الحار. على بالكم كي يدخل الفيس تاع الحار خلاص، يعني الماكلة تاعكم تولي سامطة بالحار، الله يستر وخلاص. المهم الحار هو عنده حتى هو فوائد هايلة. كيما راكم تشوفوا التقلية راهي الشهي والريحة تاع هاد اللحم بكري مع هاد الثوم والدرسة والزيتيس اللي درناهم، راهي تنفنف من بعيد، شهيكم فيها ان شاء الله. الطياب دايما نقول لكم طيبوا يعني بخاطر مليح، خلوه يتقلى. دركا راح نمرقو نغطي عليه، نخلي اللحم تاعي سي لا فيون دو فو، فا بخوندر بوكو دو طون، يعني ان بو دو طون جو فو دير.
لهذا نغلق عليها حوالي ماكسيموم 40 دقيقة. على بالي ياخذ شويه الوقت، حين تقولوا لي سباغيتي لازم تكون سهله وسريعه، لكن كاين سباغيتي بومسلك وكاين سباغيتي يعني حطيها في الطبق وشان وما تحشمش منها. هاد سباغيتي تاخذ لي شويه وقت، لكن بنتها صدقوني هايله، ما كاينش ياكلها عندي يعني، وما فريمون ما يستبنهاش ويطلب لا ريسيت تاعها. انا حنغلق على لا كوكوت بعد ما نمرقها، يعني نغطي لو نيفو تاع لا بيونت، وبعد 40 دقيقة نكون صفيت لي سباغيتي تاعنا. حبيت نقول لكم بلي أي نوع من المعجنات حبيتو ديروه ديروه ديرو يعني كامل أنواع لي بات، ماشي شرط يكون سباغيتي. ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. هنا عندي يعني الطريقه تاعي كيفاش نخدم لي باك اللي خدمتهم معكم من قبل وشفتوهم معايا من قبل، اللي تبعوا كامل الفيديو تاعي. انا هذه التقليه نزيدها في الاخير، يعني لما نحط لي باك تاعي لاصوص وخليهم يشربوا، نزيد عليهم التقليه اللي هي فريمون هذه هي لو سكري تاع البنه تاع هاد لي باك. كما راكم تشوفوا هنا دون اون بيتيت يعني كاسخول ولا في مقله صغيره، واش عندكم نعاود نحط سنينات تاعكم يعني دي بوس داي كلكي بوس داي، نحط واحد نص راس هكذاك مقارون تحبتهم. انا خليت مشتو نخدمها غير بالثوم، جوتيليز با لونيون يعني كو دو لاي. ونعاود نحط من زيبيس اللي حطيتهم في الاول اللي هما بابر نوار كركما كاردي و بيموندو، يعني الفلفل الكحل الكركم الكرويه والفلفل العكري. ونحط اون بون كويير دو طوماط كونسونطري وزوج مغارف تاع الزيت، هادو كامل راح نحطهم يزيدو يتقلاو. هذا كان شعلت النار يزيدو يتقلاو معايا، باش في الاخير هما نزيدهم. هاد التقليه هي اللي نزيدها على لي بات تاعي، ما ننساش بيان سور ورقات تاع الرز.